معاي هذا التقرير شنو مكتوب؟ مكتوب ان هذه الانسانه، طبعا التقرير انا ما وريتكم الصفحه الاولى، وايد كالسيومها عالي مع المغنيسيوم. في هذا التقرير يبينون لنا ان في حال كان عندنا هاي صوديوم بوتاسيوم، والبوتاسيوم اعلى من الصوديوم النسبه بينهم بلو 1، فراح يكون عندنا رينال ديسفانكشن اللي هو الفشل الكلوي. فمن أسباب فشل الكلى لما يكون البوتاسيوم عالي جدا متسمم في شخص أكثر من الـ Na الصوديوم. وكاتبين بعد ما قالوا إن لما يصير عندنا هاي صوديوم والبوتاسيوم، وخصوصا البوتاسيوم أعلى من الصوديوم بنسبة بيلو 1، راح يكون عندنا رينال ديسفانكشن اللي هو الفشل الكلوي. وكاتبين هني إن بعض العوامل اللي تؤدي إلى هاي ليفل أوف صوديوم والبوتاسيوم، بوتاسيوم، شنو العوامل اللي تؤدي لارتفاع نسبة صوديوم وبوتاسيوم؟ كاتبين هني فيتامين دي ديفيشنسي. Every business, I have 5 companies now. We'll do 100 million this year. I started every one of those companies with no money. Zero money, man.